أنكل، أنا بحب نور. ودي مشكلتك أنت بقى ولا مشكلتها هي؟ مشكلتنا إحنا الاتنين، لأن هي كمان بتحبني. ولو هي بتحبك زي ما أنت بتقول، مالت لحد غيرك ليه؟ مش عارف، لا عارف. احنا حصل ما بيننا مشكلة يعني، بس انا ما كنتش متخيل ان هي ممكن تسيبني، وانها كمان تروح لحد تاني بالسرعة دي. وانت مشكلتك بقى انها سابتك ولا ان هي مالت لحد تاني؟ الاتنين. يا اخي انت طماع اوي. طماع؟ ما انت لما تدي نفسك الحق ان انت تروح لواحدة تانية وعايز بنتي تستناك وما تسيبكش وكمان ما تملش حد تاني، انت مش بس طماع، انت اناني. مستغرب ليه؟ انا مش قلت لك ان النور بتحكي لي كل حاجة؟ ماشي يا أنكل، بس اللي هي حكيتهولك ده مش حقيقي. طيب وإيه الحقيقة بقى؟ الحقيقة إني بحب نور، بحبها جدا كمان. ما حسيتش بحبي ليها ده غير لما شفت اللي اسمه كريم ده. ممكن انا عايز حضرتك تساعدني. طب ليه؟ بص يا ادم، انا اكبر منك بكتير وحبيت واتحبيت قبلك، دي الحاجه الوحيده اللي مش ممكن حد يساعدك فيها. انا مش عارف اعمل ايه. مش عارف ولا ما حاولتش؟ حاولت اكلمها بس هي ما رضتش تسمعني. حاول تاني وتالت ورابع، بس لو ريدت تسمع لك قولها مشاعرك اللي من قلبك من غير تزويق. المشاعر الحقيقية أسرع حاجة ما بين اتنين. طب ولو ما رضيتش؟ لو ما رضيتش بحاجة من الاتنين، يا مشاعرك مش حقيقية يا هي بطلت تحبك. وفي كل حالات خليني أفكرك بحاجة مهمة أوي. أنا أبو نور، وده معناه إن مش ممكن أسمح لك إنك تأذي مشاعرها أو تجرحها، بالتالي الكلام مفهوم.